ليفل 9 وهو عن التنسز او الازمنه، والليفل ده اهم ليفل في الكتاب كله واهم حاجه في الانجليزي كله، ويا ريت يا ريت ما نبتديش نسمعه وندرسه غير لما نتقن الثمان 8 ليفلز اللي فاتوا. وعلى فكره كل الليفلز اللي بعد كده معتمده على الليفل ده. هنقرأ بالنسبة للأزمنة، سنكتبهم كلهم مع بعض في الجدول اللي جاي ده، ثم نشرحهم كلهم مع بعض، وذلك للسهولة ولمقارنة كله ببعض، وبالتالي إتقانهم أكتر وفهمهم طبعا أكتر وأحسن. وللسهولة أكتر سنأخذ من البروناونز معهم كلهم في هذا الجدول التالي أي بس، هناخد أي بس في البروناونز، وبعد كده طبعا أي واحد فهم الليفلز الثمانية اللي فاتوا هيقدر يكرر نفس الحكاية مع أي بروناون تاني، ثم نستخدم بقية البرونونز مع بعض التطبيقات. بنقول وبرجاء الاهتمام بفهم وحفظ هذا الباب الفصل تماما، لأنه هام جدا في المحادثات الconversations، وبالتالي يعني في الحياة بصفة عامة، ولأنه مبني عليه كل الأبواب التي تليه في هذا الكتاب، وبالتالي أغلب الإنجليزي مبني عليه. ولا ننسى بل دايما نذكر اننا دائما سنختصر بعض الكلمات كالاتي: الـ present هتبقى PR نقطة، الـ past PA نقطة، الـ future FU نقطة، الـ past participle PP، والـ past participle زي ما قلنا eaten في اخر الفصل اللي فات، وفي جداول فيها الـ past participle بتاع كل الفيربات او اغلبها ابتداء من صفحة 52. ويبقى الـ past participle هنختصره بـ PP، والسيمبل هنختصره بأس ونقطة. طبعا الباست بارتيسيبل بي نقطة بي نقطة، السيمبل أس نقطة، الكونتينيوس سي أو إن تي نقطة، البرفكت بي إي آر إف نقطة، وكلمة فيرب هنختصرها بفي نقطة. وبنقول ملحوظة، ستجد جداول فيها الباست بارتيسيبل بتاع أغلب أو كل الفيربات ابتداء من صفحة 52. طيب دلوقتي نركز تماما علشان نفهم التنسز، لان زي ما قلنا ده جزء مهم جدا. نبص للجدول ده كده، طبعا الخانة اللي فوق واخد الجدول كله بالعرض كله مكتوب عليها تنسز اللي هي الازمنة، خلاص ما ننساش ان كلمة تنسز معناها ازمنة. طيب الجزء اللي على الشمال زي ما قلنا فيه اربع حاجات: سيمبل وكونتينيوس وبرفكت وبرفكت كونتينيوس. الأربعة دول في الخانة اللي بعدها كل واحد فيهم مكتوب عليه PR اللي هي present و PA اللي هي past و FU اللي هي future. يبقى عندنا أربعة على الشمال كل واحد فيهم في تلاتة، يبقى أربعة في تلاتة ب 12 tense، عندنا 12 tenses. طيب نرجع تاني على الشمال، كلمة simple يعني بسيط زي ما شرحناه في آخر الليفل اللي فات. تكوين الجملة في السيمبل تنس بسيط جدا سواء في البريزنت أو الباست أو الفيوتشر. طيب الكونتينيوس معناه مستمر، يعني في استمرارية، وبيتركب زي ما احنا شايفين من فيرب بي، الفي نقطة دي يعني فيرب، فيرب بي زائد الشرطتين دول أو الشرطة دي يعني الفيرب في آخره اي ان جي، وهنشرح كل ده بالتفصيل أكتر بعدين. البرفكت معناه تام، تام يعني تم انتهى، وبيتكون اهو زي ما احنا شايفين على الشمال في الجدول من فيرب هاف بلس البي بي اللي هو الباست بارتيسيبل. واخر حاجه البرفكت كونتينيوس في الخانه اللي على الشمال في الجدول من تحت، بنقول البرفكت كونتينيوس طبعا بيرفكت تام وكونتينيوس مستمر، يعني كان مستمر وتم او على وشك الانتهاء يعني، هنشرح ده بالتفصيل. فالمهم بيتكون من فيرب هاف زائد كلمة بين زائد الشرطة دي معناها الفيرب اللي بنستخدمه فآخره ing. فيرب هاف اهو زي البرفكت، وبين الباست بارتيسيبل بتاع فيرب بي زي الكونتينيوس وزي البرفكت في نفس الوقت، والing في آخر الفيرب زي الكونتينيوس. يبقى هو بيتكون ببساطة خالص من الكونتينيوس والبرفكت. اللي هيفهم الكونتينيوس والبرفكت هيقدر يفهم البرفكت كونتينيوس بسهولة. طيب نمسك الخانة اللي على اليمين اللي هي واخدة أغلب الجدول، بنقول جملة في السيمبل بريزنت، أول جملة فوق تحت كلمة تنسز جملة في السيمبل بريزنت، I eat أنا باكل، أهي بسيطة خالص ما فيهاش أي مشكلة.
واللي بين قوسين دول دايما في الجدول ده اللي هم الكي ووردز. وقلنا كي ووردز، ووردز يعني كلمات، كي يعني مفتاح، يبقى كي ووردز الكلمات المفتاح، يعني الكلمات اللي بتفتح لي تنس معين. يعني مثلا في اول جملة هي I eat، لما بقول every day ممكن اقولها I eat every day، يبقى معناها انا باكل كل يوم. طالما هستخدم كل يوم كلمة كل يوم دي، يبقى هستخدم التنس بتاع السيمبل بريزنت. يبقى ممكن اقول انا جملة بسيطة خالص I eat every day، انا باكل كل يوم. ومثلا لو هستخدم الكي وورد اللي هي sometimes، ممكن اقول I sometimes eat meat، انا احيانا باكل لحمة. sometimes احيانا، I sometimes eat meat، برضو ده جملة في السيمبل بريزنت. طيب السيمبل باست I ate، أنا أكلت. ممكن أقول I ate yesterday at 10 o'clock، أنا امبارح أكلت على الساعة 10. ده برضو في الماضي لكن بسيط، simple past. وممكن أقول I ate last night، أنا أكلت الليلة اللي فاتت. طبعا الليلة اللي فاتت ده برضو keyword للtense بتاع الباست simple. وهكذا ممكن استخدم اي keyword تاني. يبقى فهمنا فكرة الكيوردز، عشان دلوقتي هنركز بقى في شرح التنس نفسه. يبقى كل اللي بين قوسين في ال 12 حالة دول keywords بتستخدم مع التنس ده. والحقيقة احيانا بعض الكيوردز ممكن تستخدم مع اكتر من تنس، زي always في ال present simple ممكن استخدمها برضو في ال past simple. I always ate مثلا milk when I was I always ate meat لحمة when I was there، أنا كنت دايما باكل لحمة لما كنت هناك. فيعني المهم إن في بعض الكيوردز ممكن تستخدم مع أكتر من تنس. وزي ما احنا عارفين طبعا دايما إن أي قاعدة ليها استثناءات، وممكن الحاجات كلها بتتداخل في بعض. فيبقى أول tense اللي هو simple present الجملة الفوقانية I eat أنا باكل، simple past I ate أنا أكلت، simple future برضو I shall eat أنا هاكل. ودي شرحناها في آخر الليفل اللي فات، وشرحناهم كمان في الليفلز الأولانية. فبالنسبة للsimple tense أعتقد إن ما فيهوش أي حاجة في الثلاث حالات بتوعه. طيب نخش بقى في الcontinuous. الcontinuous برضو سهل بسيط جدا. أفكركم بالخانة اللي على الشمال، الكونتينيوس معناه مستمر، في استمرارية، وبيتكون هو من verb be زائد بنحط ing في آخر الverb. فمثلا في present continuous بقول I am eating now، بدام now يبقى على طول continuous present continuous، يعني أنا باكل دلوقتي أهو مستمر في الأكل، أنا عمال باكل أهو دلوقتي، لأن continuous معناها مستمر، أنا عمال باكل دلوقتي I am eating now. أو I am studying nowadays، أنا بذاكر الأيام دي، أنا هو عمال مستمر في المذاكرة الأيام دي، وهكذا. طيب ال past نفس الحكاية، خلوا بالكم ده past continuous، يعني حاجة في الماضي وكانت مستمرة. كانت مستمرة إمتى؟ أثناء فعل آخر أو أثناء وقت معين. يعني امبارح الساعة 10 أنا كنت باكل، أو امبارح أثناء ما هو كان بيذاكر أنا كنت باكل. I was eating، أنا كنت عمال أهو باكل، كان في استمرارية في الأكل في الوقت المعين ده أو أثناء حدوث شيء معين. ونفس الحكاية في future continuous، I shall be eating، أنا هكون باكل بكرة على الساعة 10 أو أثناء ما هو بيعمل الحاجة الفلانية. يبقى سهل كده الـ continuous. I am eating now، أنا باكل دلوقتي. I was eating at 10 o'clock yesterday، أنا كنت باكل امبارح الساعة 10. أنا هاكل بكرة الساعة 10. هدي دي بالمقارنة بوقت. طب نقارنها بفعل تاني. طبعا I am eating now okay، يعني في present continuous بتتقارن بالوقت الحالي أو الأيام الحالية أو النهاردة أو كده. لكن في past والfuture قلنا I was eating yesterday at 10 o'clock، ممكن أقول I was eating yesterday while he was studying. أهي كلمة while ده keyword،
انا كنت باكل امبارح عمال مستمر في الاكل اثناء ما هو كان بيذاكر. وبرضو بكرة I shall be eating when you come. أنا هكون بكرة باكل. I shall be eating tomorrow when you come. بكرة هكون أنا عمال لاكل لما أنت هتيجي بكرة. يبقى سهل كده، فهمنا ال continuous في استمرارية سواء دلوقتي أو امبارح أو يعني في الماضي، سواء الشهر اللي فات، امبارح، الأسبوع اللي فات، من سنة، أيا كان الماضي، في استمرارية في الماضي أثناء وقت معين أو أثناء حدوث شيء معين، وفي برضو استمرارية في المستقبل سواء بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، أثناء وقت معين أو أثناء حدوث شيء معين. الوقت ده ممكن يكون ساعة معينة وممكن يكون شيء بياخد أيام برضو. ويبقى تاني كده نحلل كل جملة في الـ continuous present continuous. بيقول I am eating، الـ am دي اللي هي verb be في الـ present، والـ eat ضفنالها ing. يبقى فهمنا ازاي يعني الـ present continuous بيتكون من verb be زائد الـ ing في آخر الـ verb. الـ verb eat حطينا له ing وقبله حطينا verb be. طالما احنا في الـ present continuous يبقى نحط verb be في الـ present حسب الـ pronoun. I am eating، لو هي هتبقى هي is eating وهكذا. في الـ past continuous برضو I حطينا I بتاخد was في verb be في الـ past، و eating هي هي بالظبط. verb eat حطينا له ing، ما حدش يقول I was eating، ate الباست بتاع eat، لكن طالما هنضيف ing يبقى eat بتفضل زي ما هي وما بتاخدش برضو s حتى لو حطينا he او she او it. يعني ممكن اقول he was eating برضو. ال future هو هو I shall be eating. اهو I shall في طبعا I في ال future بتاخد shall، وبعد shall بيجي verb be، لكن طبعا بيجي في المصدر بتاعه اللي هي كلمة be، وبعدين eating هي هي زي الباقي كله. يبقى فهمنا يعني ايه continuous، معناه مستمر وفي نفس الوقت بيتكون من verb be زائد ال ing في اخر الverb. سهل. طيب هنخش في الperfect. الperfect اسمه او معناه تام، كلمة perfect معناها تام، يعني تم، يعني انتهى او على وشك الانتهاء حسب الكيورد اللي بيستخدم. وبيتكون من verb have زائد ال past participle. فمثلا في ال present perfect I have eaten. I تاخد have أو verb have، و eaten هي ال past participle بتاع verb eat. I have eaten، وكل اللي بين قوسين دول keywords. ممكن أقول I have already eaten، انا خلاص اكلت بالفعل يعني بس لسه مخلص. ممكن اقول I have just eaten، اهي just دي ادتني معنى التأكيد ان انا لسه مخلص. وممكن اقول بقى I have almost eaten، يعني انا خلاص اهو على وشك ان انا خلص، باخد في اخر لقمة مثلا. ف I have almost eaten و nearly زيها I have nearly eaten. لما اجي احط في النيجاتيف، في النيجيشن، في النفي، ممكن أقول I haven't، I have not يعني eaten yet. yet بتستخدم في الـ في الـ في الـ في الـ present perfect في النفي. I haven't eaten. وممكن ever أو never. I have never eaten meat. أنا عمري ما أكلت لحم. I have never eaten meat. ولو هي هتبقى he has طبعا. He has never eaten meat. لو they هتبقى they have never eaten meat وهكذا. ممكن أبدل بقى كل البرونونز زي ما احنا عايزين. ولو هعمل سؤال مثلا، واحد هيروح سائل التاني بيقول له have you ever، هنا ever برضو يعني في كل حياتك، هل عمرك في حياتك أكلت لحمة؟ have you ever eaten برضو meat، وده يبقى سؤال. احنا عارفين ان السؤال دايما بنجيب الverb سواء verb be أو have أو do قبل البرونون. يعني في العادي I have eaten، في السؤال هتبقى have you eaten، وممكن لو هنضيف keywords have you ever eaten كذا meat مثلا وهكذا. او لو في السؤال برضو ممكن استخدم yet، have you eaten your lunch yet، هل كلته ولا لسه. اوكي يبقى احنا كده فهمنا الـ present perfect، حاجة لسه منتهية، لسه تم حالا او على وشك الانتهاء.
وشفناها في النيجاتيف بمعناها ايه، وشفناها في الكويستشنز معناها ايه. نفس الحكايه في الباست والفيوتشر. الباست بيرفكت بقول I had eaten، طبعا had هي verb have في الباست، وeaten الباست بارتيسيبل برضو بتاع verb eat، يبقى I had eaten. لو هي هتبقى he had برضو eaten وthey had eaten، يبقى برضو زي ما في الكونتينيوز قلنا الباست كان والباست والفيوتشر يعني بيبقوا مستمرين اثناء فعل اخر او وقت اخر، برضو في البيرفكت الباست والفيوتشر بيكونوا لسه منتهيين او على وشك الانتهاء اثناء فعل اخر او وقت اخر. يعني هنا في الباست بيرفكت بقول I had eaten before، هي keyword before 10 o'clock، انا كنت لسه مخلص اكل على 10 اكلوك. اوكي I had eaten before 10 o'clock، او I had eaten before he came، انا كنت لسه مخلص اكل قبل ما هو جه، قبل ما هو يجي يعني. نفس الحكاية في الفيوتشر، I shall have eaten، الكيورد ممكن by، وممكن استخدم طبعا tomorrow أو next week. tomorrow I shall have eaten by 10 o'clock، يعني بكرة أنا هكون مخلص على الساعة 10، فأنت لو عايز تجيلي تعالى لي على 10 مثلا. tomorrow I shall have eaten my breakfast by 10 o'clock، أو I shall have eaten my breakfast before you come، أنا هكون خلصت أكلي قبل ما أنت تيجي. طبعا ما بقولش before you will come، هي بتتقال before you come. tomorrow I shall have eaten before you come. اوكي سهلة. وطبعا لو هي هتبقى he will have eaten، لان will و shall بيجي بعدهم المصدر، والمصدر بتاع verb have هو have، سواء مع he او I او كده. he will have، ما بقولش he will has، he will have eaten. tomorrow he will have eaten before I go to him، قبل ما اروح له هيكون خلص اكل. اوكي يا جماعه، يبقى نلاحظ في الثلاثه دول في eaten، زي ما كان في الثلاثه بتوع الكونتينيوس في eating، هنا الثلاثه دول فيهم eaten اللي هي الباست participle، والeating اللي هي في الكونتينيوس الفيرب واخره ing. الكلام ده سواء في البريزنت او في الباست او في الفيوتشر. قبل ما نخش في البيرفكت كونتينيوس هعيد بسرعه على الكونتينيوس والبيرفكت، لان اذا فهمناهم كويس هنفهم البيرفكت كونتينيوس. هعيد بسرعه خالص. الكونتينيوس بيتكون من فيرب بي بلس الاي ان جي في اخر الفيرب، اما البيرفكت بيتكون من فيرب هاف زائد الباست بارتيسيبل. ممكن اشكل مع البروناونز زي ما انا عايز، البريزنت البروناون في البريزنت ياخد present، وفي الباست ياخد باست، وفي الفيوتشر ياخد شال او ويل زائد الفيرب في المصدر بتاعه. الكي ووردز بتساعدني في فهم بعض الامور. الباست والفيوتشر سواء في الكونتينيوس او في البيرفكت بيبقوا متقارنين بفعل اخر او بوقت اخر. اوكي طيب نخش في البيرفكت كونتينيوس. البيرفكت كونتينيوس عباره عن الكونتينيوس والبيرفكت، بيتكون من فيرب هاف اهو زائد been اللي هي الباست بارتيسيبل بتاع فيرب بي زائد الفيرب في الاي ان جي، يعني بالظبط تشكيله من الكونتينيوس ومن البيرفكت. طيب معناه ايه بقى؟ هنشوف في البريزنت مثلا. البريزنت بيرفكت كونتينيوس بقول ايه؟ اي هاف بين ايتينج، اي خدتها اهو فيرب هاف، وبعدين البين دي ثابته وايتينج ثابته، الاي ان جي لازم مع ايت، طبعا مع ايت ثابته، لكن ممكن اقول drinking لو اي فيرب تاني غير ايت، لكن طالما بستخدم فيرب ايت هنا هتبقى ثابته. البين والايتنج ثابتين اهم في الثلاث حالات present past و future. I have been eating for keyword for، I have been eating now for مثلا 10 minutes، انا عمال اهو مستمر في الاكل وخلصت اكل حالا اديلي 10 دقائق. وممكن اقول since I have been eating since 10 o'clock، انا عمال اكل دلوقتي مثلا 10 وربع، انا عمال اكل من الساعة 10، يبقى عرفت مدة الاستمرارية مثلا ربع ساعة. او I have been eating for 15 minutes، برضو عرفت مدة الاستمرارية الربع ساعة. يبقى في مدة استمرارية زي continuous، وفي انتهاء، الانتهاء سواء الفعل او انتهاء الوقت،
I have been eating. أنا عمال كنت مستمر في الأكل وممكن أكون خلصت دلوقتي. وممكن I have been eating for مدة معينة ولسه على وشك الانتهاء مثلا. أوكي؟ نفس الحكاية في الباست والفيوتشر. I had been eating yesterday for 10 minutes before he came. أنا كنت عمال آكل امبارح أدي لي 10 دقايق قبل ما هو جه. ما هي before أهي برضه من ضمن الكي ووردز. زي ما كانت في الباست بيرفكت احنا قلنا في كي ووردز مشتركة وفور 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 مشتركة هم في الثلاثة بتوع البيرفكت كونتينيوس وهكذا. يبقى yesterday I had been eating for مثلا 15 minutes before he came. أنا كنت عمال آكل أديلي 15 دقيقة لغاية ما قبل ما هو يجي. نفس الحكاية في الفيوتشر. tomorrow I shall have been eating I shall have been eating for 15 minutes when you come. أو مثلا عشان نوضح أكتر they will have been praying for an hour when we go. يعني لما احنا هنروح الكنيسة مثلا أو هنروح نصلي هناك معاهم هيكونوا هم أديلهم 15 دقيقة أدينهم ساعة بيصلوا. They will have been praying يصلوا for an hour when we go. هيكونوا هم عمالين بيصلوا أدينهم ساعة لما احنا نروح. ده لو انت عايز تروح على الوقت ده، لكن لو انت عايز تحضر الصلاة من أولها يبقى نروح قبلها بساعة وهكذا. أدي المقصود بال perfect continuous، في استمرارية وفي تحديد للزمن. طيب هنقرا الملاحظات وهي نوع من المراجعة للي احنا قلناه. بنقول من الضروري جدا حفظ هذا الجدول لأنه سيفيد كثيرا جدا. ونلاحظ أننا عندنا 12 زمن 12 tense اللي هما السيمبل والكونتينيوس والبيرفكت والبيرفكت كونتينيوس، وكل واحد من هؤلاء الأربعة فيه present وpast وfuture، وبجوار كل واحد بعض الكلمات بين قوسين تسمى الكيوردز وهي الكلمات التي تساعد في تكوين هذا الزمن. بالنسبة للسيمبل هو بسيط ليس فيه أي تعقيدات ولا أي شروط لتركيبه ولذلك سمي بسيط. أوكي؟ الكونتينيوس بقى هو المستمر، أي أنه فعل مستمر في البريزنت في الوقت الحاضر الآن، أو كان مستمر في الباست أثناء حدوث فعل آخر أو أثناء وقت معين، أو سيكون مستمر في الفيوتشر برضو أثناء حدوث فعل آخر أو أثناء وقت معين، ويكون تركيبه بفيرب بي ثم الـ ing في نهاية الفيرب مثل am eating. طيب البيرفكت وهو التام وهو فعل بيتم او بين قوسين يعني بينتهي او على وشك الانتهاء برضو الان او تم او انتهى يعني او كان على وشك الانتهاء في الماضي بالمقارنة بفعل اخر او وقت معين، او سيتم سينتهي او سيكون على وشك الانتهاء في المستقبل بالمقارنة بفعل اخر او وقت معين، ويكون تركيبه بفيرب هاف ثم الباست بارتيسيبل ومثل I have eaten. طيب الـ perfect continuous هو التام المستمر، تام ومستمر، وفي بنعرف طول مدة استمرار الفعل وبداية أو نهاية هذه المدة. في الـ present ما هي مدة استمراره إلى الآن برضو أو متى بدأ. زي ما قلنا I have been eating for 10 minutes أو since كذا أو متى بدأ. وفي الباست والفيوتشر زي بعض، مدة استمراره من أو إلى حدوث فعل آخر أو وقت معين، وبيكون تركيبه زي ما قلنا بفيرب هاف وبعدين بين ثابتة وبعدين الـ ing في نهاية الفعل زي have been eating. نقلب الصفحة. ده homework. Complete the table using drink and one key word in each sentence. هتستخدم drink بقى بدل eat كنوع من التمرين، وهتستخدم أي key word في كل جملة أو في كل tense زي ما انت عايز. فباخد مثال هو نفس الجدول اللي على الشمال الأربعة وكل واحد فيهم فيه التلاتة present و past و future. هنا أنا حطيت لك pronouns مختلفين كنوع من التمرين زيادة، وبعدين أنت تكون الجمل وتحط الكي word اللي تعجبك. المفروض تكون حفظت الجدول في الصفحة اللي فاتت بكل الكي words، لكن طبعا عمر ما الحفظ لوحده وبدون تمرين او ممارسة يثبت المعلومات او يديك الاحساس بالشيء. طيب بنقول في simple present على سبيل المثال they always، انا خدت الكيورد always، they always drink water، هم دايما بيشربوا مية.
طيب eat مع drink في الباست ممكن احط الكيورد مثلا yesterday. yesterday ممكن احطها في الاول لو حبيت يعني، وممكن احطها في الاخر برضو yesterday. yesterday it drank milk، امبارح هي شربت. الباست بتاع drink drank، والباست بتاع والباست بارتيسيبل بتاع drink drunk باليو بدل الاي. drink drank drunk. yesterday it drank milk، امبارح القطة دي مثلا شربت لبن. طيب في الفيوتشر وي بتاخد شال، يبقى ممكن اقول tomorrow we shall play football. احنا في drink sorry. tomorrow we shall drink milk، بكرة هنشرب لبن. او we shall drink milk tomorrow morning، بكرة هنبقى نشرب لبن بكرة الصبح. وهكذا اعتقد ان انتم ممكن تكملوا بقية الجدول زي في الصفحة اللي فاتت بالظبط. طيب الان الجزء اللي جاي سنأخذ امثلة عن كل زمن في جداول اخرى مع بقية البرونونز او على هيئة اسئلة واجوبة لتوضيح كل التفاصيل بقدر الامكان. بالنسبة للسيمبل خلاص احنا شرحناه اكتر من مرة وهو سهل نفسه. بالنسبة بقى للكونتينيوس، هنا الجدول ده كله للكونتينيوس بس في البريزنت والباست والفيوتشر ومع كل البرونونز. بقول في البريزنت I am eating، حطينا am verb be والاي ان جي في اخر eat. طيب you في البريزنت تاخد ار في verb be وبعدين eating هي هي. خلوا بالكم eating ثابته بقى مع كل البرونونز وفي البريزنت وفي الباست وفي الفيوتشر، eating دي ثابته. verb be بيتغير حسب التنس وحسب البرونون. التنس present يجي مع I am ومع you are ومع he she it is ومع الباقيين are. في الباست I هتاخد was و you were وهكذا، وفي الفيوتشر I و we بياخدوا shall والباقي will زي ما قلنا. ودايما تاني بعد الشال والويل بيجي المصدر بتاع verb be اللي هو كلمة be. اعتقد الموضوع سهل جدا. نقرأ ونقول مثلا I am praying now، أنا بصلي الآن، يبقى ده على طول present continuous. They were playing yesterday when I met them، هما كانوا بيلعبوا امبارح. أهو ده الجزء الأولاني من الجملة، ده past continuous. were past و playing continuous يبقى past continuous. yesterday when I met them، when I met them the past simple. الجزء الثاني من الجملة the past simple. طيب she will be walking tomorrow when you come، هي هتكون اهو future continuous بقى، will be walking tomorrow when you come. طبعا هنا when you come، come دي لوحدها present simple، لكن عشان مفهوم من الجملة كلها انها في المستقبل فبتعتبر الى حد ما future simple، لكن مش دي موضوعنا دلوقتي. الموضوع ان احنا بنتمرن على ال continuous. طيب هنعمل اسئله واجوبه من اللي فات ده، الثلاث جمل اللي فاتوا. اول جمله بقول I am praying now، فلما يجي واحد يسالني يقول لي are you praying now، ارد عليه مره بيس ومره بنو، هقول له yes I am او yes I am praying now او no I am not او no I am not praying now. طيب تاني جمله هنعملها سؤال، فبنجيب الوير الوير قبل ازاي، فبتبقى were they playing yesterday when you met them. وهكذا اعتقد انكم ممكن تكملوا قرايه. ولفهم المستمر اكتر نكرر ما قلناه في الصفحه السابقه صفحه 47، وهي ان الكونتينيوس المستمر، الكونتينيوس هو المستمر اي انه فعل مستمر الان في البريزنت او كان مستمر في الباست اثناء حدوث فعل اخر او اثناء وقت معين، او سيكون مستمر في الفيوتشر اثناء حدوث فعل اخر او اثناء وقت معين، ويكون تركيبه فيرب بي ثم ال ing في نهاية ال verb زي am eating، دي قلناها بالظبط المرة اللي فاتت وقلناها كذا مرة المفروض تكون اتحفظت. الصفحة اللي بعدها بناخد homework، بنعمل جدول زي آخر جدول فات بتاع continuous بس، أعتقد سهل جدا تكملوه. طيب نوتة بين ملحوظة، the present continuous is also used for the near future. ال present continuous برضو ممكن يستخدم في ال near future زي going to. فاكرين لما اتكلمنا عن going to
especially with verbs of movement like go, come, leave. أحمد is coming here next week. يعني أحمد جاي هنا الأسبوع اللي جاي. جاي من السفر مثلا الأسبوع اللي جاي. وthey are leaving for USA on Friday. هم هيسافروا لأمريكا يوم الجمعة. يبقى مع الverbs go, come, leave present continuous بيبقى زيه زي going to, زيه في المعنى, لكن طبعا going to ال ing دايما بتبقى go. يعني أحمد is coming here next week, ممكن نقول أحمد is going to come next week, لكن بيبقى في فروق بسيطة جدا ما بينهم, لكن مش وقته ده, دي حاجات هتيجي مع الوقت ومع الممارسة. يجب ملاحظة أنه توجد بعض الأفعال الverbs التي تأتي في الcontinue التي لا تأتي في الcontinuous, أي لا نضيف لها ing, ومنها like أو love. ما بقولش مثلا, ممكن أقول I love you, أنا بحبك أو بحبك, لكن ما بنقولش I am loving you. صحيح أنا بحبك دلوقتي وفي استمرارية في الحب, لكن الverbات دي كلها ما بنحط لهاش ing, ما بتتحطش في الcontinuous, لا في present ولا past ولا future continuous. فمثلا I like it, I love you, I believe in this أو كذا, كل الفربات دي ما بتجيش في continuous. ولابد أن نذكر ما قلناه من قبل, وهو أنه عند إضافة ال ing لفعل ينتهي ب e بنحذف ال e, مثل write بتحول ل writing. وعند إضافة ing لفعل ينتهي بحرف ساكن قبله vowel بنضعف الحرف, زي get تبقى getting. آخر نقطة في الcontinuous, بنقول في الpast continuous ممكن يكون الفعلين في الcontinuous tense. While he was reading the children were playing. أثناء ما هو كان عماله يقرأ في استمرارية في القراية, الأولاد كانوا عمالين يلعبوا, كان في استمرارية برضو في اللعب. وأعتقد دي بسيطة ومفهوم. طيب هنخش بقى على الperfect. برضو perfect المفروض سهل وتفهم, لكن كنوع من التمرين الزيادة دلوقتي الجدول اللي جاي ده كله عن perfect في present والpast والfuture. بقول I have eaten, كلمة eaten هتتكرر في كل pronouns في كل التلاتة present والpast والfuture perfect. ادي eaten انتهت. verb have هو اللي هيختلف حسب pronoun وحسب tense. في present you have you has, في past كله had, في future بعد shall و will كله have. اوكي, والجدول التالي كنوع من التمرين عليه. طيب والعمل أسئلة وأجوبة بفيرب have, اهو برضو بنقول have you prayed yet, هو انت صليت ولا لسه, فبنجاوب yes I have already prayed و no I haven't prayed yet, ونقرأ الباقيين. وبرضو نكرر الجزء بتاع صفحة 47 اقرأ هنا, اهو هو نفسه اللي كان في اخر صفحة 47 عن الperfect. وبالنسبة للperfect continuous نفس الحكاية, الجدول ده كله على الperfect continuous في present والpast والfuture مع كل pronouns. طبعا been وeating ثابتين مع كل pronouns وفي كل present والpast والfuture perfect continuous. اللي هيتغير have وhas في present وhad مع كله في past وhave بعد shall وwill مع كله في future. والجدول ده عشان نتمرن عليه. وبرضو ممكن نعمل أسئلة وأجوبة بالperfect continuous. فبنقول على سبيل المثال Have you been playing here since 5 o'clock, هو أنت عمال تلعب هنا من الساعة 5. Yes I have been playing here since 5 o'clock, أو No I haven't been playing here since 5 o'clock, I have been playing just for half an hour. أنا لا يا بابا مثلا أنا مش بلعب من 5, ده أنا دوبك أديلي نص ساعة. وممكن بقى في الpast perfect continuous السؤال اللي بعده, والسؤال اللي بعده كمان في الfuture perfect continuous. وبنكرر برضو الجزء اللي كان مكتوب في صفحة 47, اقروا الجزء ده كله وبعدين اعملوا واجب أسئلة مشكلة بقى من كل التنسز. Answer the questions with yes and no. هنا is he drinking water now, ده على طول يبقى ها present continuous. Is he drinking water now, ال keyword now, ودrink فيها ing مع is, بس is جت في الأول عشان ده سؤال, فيبقى ده verb be plus ing في آخر verb, فيبقى ده على طول present continuous. وnow دي ال keyword بتاع present continuous. هجاوب مرة ب yes, yes he is drinking water now, أو no he is not drinking water now. برضو الأسئلة اللي جاية دي تجاوبوها, المفروض انكم تكونوا فهمتوا
اللي فات كله. conjugation of verbs تصريف الأفعال، ويا إما بنتصرف الفيرب طبعا مع البروناونز وفي البريزنت والباست والفيوتشر، يا إما هنا كمان تصريف الأفعال في الباست وفي الباست بارتيسيبل. والجزء الأخير هنا قدامنا بنقول في صفحة 51، بنقول هنا نجد الأفعال المنتظمة الريجولار فيربس هي اللي بتاخد دي أو دي اي دي أو اي اي دي في التصريف الثاني والثالث اللي هم الباست والباست بارتيسيبل، مثل pray prayed prayed أو ده regular verb. وبرضو يوجد الأفعال الغير منتظمة ال irregular verbs وليس لهم قواعد في تصريفهم، وذلك مثل eat ate eaten. طبعا هنا eaten هي الباست participle و ate هو الباست، فبنلاحظ ان الشكل مختلف تماما عن الأصل اللي هو ال eat. وبالنسبة لبراي prayed هي الباست وهي نفسها الباست participle، عشان كده تسمى regular verbs ان الباست هو نفسه الباست participle. يعني بالصفحة بنقول the following is a table of conjugation of some regular verbs، بعض الregular verbs، ونلاحظ انه متقسم على اتنين، يعني اتنين هو نفس الشمال هو نفس اليمين، كلهم regular verbs وماشي طبعا بالترتيب الابجدي A، وبعدين عشان ما فيش فيربات هنا في B فدخلنا على C والD وهكذا، وبعدين الجزء اليمين برضو H وبعدين L M وبعدين P وهكذا، وكل نص هو هو بالظبط، في ال present وبعدين المعنى وبعدين ال past ال present أو ال infinitive، لأن احنا قلنا تال مرة تالتة أو رابعة يمكن في الكتاب ده بنقول ال infinitive بتاع كل الفيربات هو نفسه ال present، ما عدا طبعا مش هنحط اس مع هي وشي وات، الانفينيتيف بيفضل انفينيتيف مع كل البروناونز، ما عدا فيرب بي الانفينيتيف بتاعه هي كلمه بي بي اي. فهنا بنقول كل نص من الجدول ده متقسم البريزنت او الانفينيتيف وبعدين المعنى وبعدين الباست وبعدين الباست بارتيسيبل، ونفس الحكايه في النص الثاني. وبعدين في ريجولار فيرب، ده اللي فات ده ريجولار فيرب بتنتهي بدي بس، الجدول اللي جاي regular verbs بتنتهي ب ed وبرضو مترتبة ترتيب أبجدي. الصفحة اللي بعدها بنقول regular verbs بتنتهي ب ied. طيب الجدول اللي جاي هو conjugation بتاع some irregular verbs. الirregular verbs هي قدامنا كلها، وبرضو الجدول مقسوم نصين، اللي على الشمال الفابت A B C لغاية ما ينتهي، وبعدين اللي على اليمين برضو الفابت من أول ما يبتدي لغاية ما ينتهي أيا كان. والصفحة اللي بعدها كله برضو تابع الجدول اللي فات، وبقول الآن برجاء قبل الانتقال، يعني ده نهاية الباب الليفل 9، فبقول الآن برجاء قبل الانتقال للباب التالي اقرأ هذا الباب مرة أخرى حتى لا تنساه أبدا، لكي يسهل عليك فهم كثير مما سيأتي، إن ما كانش كل مما سيأتي. وبكده نبقى انتهينا من ليفل 9.